فيها الدقه، ولكن سبب الدقه هي مراكش، هي المغرب، هي الكانوني، النجم ديالنا اللي جانا من المانيا باش يشاركنا باسم مغاربه العالم. مرحبا بك، نفرحوا بالاصاله المغربيه وبالدقه الالمانيه. تفضل. عبد الهادي الكانوني، تبارك الله عليك. روح جميله في هذه الاغنيه وروح جميله في هذا اللقاء كله. الان اوشكنا على توديع كلمه قبل ما نختموا بالحاجه. كلمه وهي امنيه. انا تكلمت على الامنيه الاولى وهي ان هاد الباخره ميرسي شيب جي. الامنيه الثانيه اللي عندي واللي هي ولات الشغل الرئيسي ديالي هو اننا ان شاء الله